السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد على قناة احمد علي. فيديو النهاردة شباب جايب لكم موقع امريكي جديد لربح الدولارات والسحب عن طريق البيبال. الموقع ده باذن الله الكل هيقدر يكسب منه مبالغ محترمه جدا. وطريقه عمل الموقع انه بقدم لك استطلاعات، الاستطلاع هتجاوبه في حوالي 5 دقائق، هتاخد في ال5 دقائق دولت 1.5 دولار او 2 دولار على حسب ما الموقع يدي. فلو مهتم بالموضوع تابع مع الفيديو للنهايه وباذن الله الموقع يعجبك. واتمنى لو عجبك الموقع تدعم الفيديو ده بلايك واشتراك وفعل الجرس وشارك الفيديو مع اصدقائك عشان الكل يستفاد. ده الموقع، وان شاء الله هسيب لكم لينك الموقع موجود في وصف الفيديو، موقع امريكي طبعا. طريقة التسجيل في الموقع هتضغط على الخانة ديت، تمام. هنا بقى هيقول لك اختار الدولة بتاعتك. طبعا هنا موجود كل الدول زي ما حضراتكم شايفين، مثلا هنا انا ايجيبت، فهنا بيقول لي اختار عرب ايجيبت ولا انجليش ايجيبت، يعني انت بتتكلم بالعربي ولا بالانجليزي. فمثلا انا مصري وبتكلم بالعربي، فهضغط على ايجيبت عرب، تمام. طبعا الموقع فيه اعلانات ادسنس يا شباب، فالمهم هنضغط على كلمة ابدأ. هنا هبدأ على طول، يقول لي ابدأ انشئ حساب في الموقع. كل اللي عليا ان انا في الخانة الاولى هبدأ اكتب بريدي الكتروني، بعد كده في الخانة التانية هكتب الباسورد، هكتب الباسورد وارجع لكم. ورجعت لكم مرة تانية بعد ما كتبت الباسورد. هنا بقى هتحدد النوع، لو انت راجل اكتب ذكر، تمام، ولو انت انثى حددي على كلمة انثى. بعد كده هنكتب هنا تاريخ الميلاد، مثلا انا هكتب تاريخ الميلاد، اليوم، بعد كده الشهر، بعد كده السنة. حاول يكون معلوماتك دقيقة في الموقع ده عشان ما يحصل لكش مشكلة في الربح او التسجيل في الموقع، تمام. لان الموقع لو اكتشف انك بتكتب اي معلومات وهمية الموقع هيبدأ يحظرك تماما. اخر خانة هنا اللي هي الرقم البريدي. طيب ازاي نجيب الرقم البريدي بتاع محافظتنا او المنطقة اللي احنا عايشين فيها؟ مثلا لو انت على سبيل المثال في القاهرة من محافظة الجيزة، هتبدأ اللي انت تيجي على جوجل هنا، تمام، تكتب الرمز البريدي، مثلا الرمز البريدي ده منهور مثلا، تمام. هنا هيبدا يظهر لك الرمز البريدي اهوت زي ما حضراتكم شايفين. سوري، هنزل اسفل. هنا زي ما انتم شايفين اهوت محافظه دمنهور، هنا ده الرقم البريدي. هتبدا تاخده النسخ وتبدا تيجي بقى للموقع زي ما حضراتكم شايفين. الطريقه سهله وبسيطه. انا الرمز البريدي بتاعه اهوت زي ما انتم شايفين 22951. لحد دلوقتي بقى هضغط على كلمه ارسال بعد ما كملت كل البيانات بطريقه صحيحه. هيبدا على طول يقول لي تهانينا. طيب هنا بقى شباب بيقول لي تهانينا، تم التسجيل بنجاح. دلوقتي هنضغط على ال3 شهور دولت ونضغط على كلمة تسجيل الدخول. لحظات، هنا بيقول لي لودينج. كل اللي عليا دلوقتي ان انا هكتب البريد الالكتروني الخاص بيا والباسورد اللي انا لسه مسجل بيهم حالا واضغط على كلمة تسجيل الدخول. لحظات هيبدا على طول يسجل معايا الدخول اهوت. زي ما حضراتكم شايفين هنا فتح لي واجهة الموقع. هنا شباب زي ما انتم شايفين في الصفحة الرئيسية هنا ممكن تختار اهتماماتك لو انت حابب. هضغط على تحديث كده. لحظة، هوافق على الشروط ديت واضغط على كلمة تحديث. طيب دلوقتي بقى طريقة الربح من الموقع سهلة وبسيطة جدا. عندك كلمة هنا اسمها الاستطلاعات. الاستطلاعات ديت هنا بتلاقي الاستطلاعات مثلا بيقول لك ايه، جاوب على الاسئلة مقابل دولار او 2 دولار او 3 دولار على حسب ما بيديك. فهنا في الخانة ديت هيبدأ يظهر لك الاستطلاعات، هتبدأ تجاوب عليها، وبعد ما تخلص اجابة على الاستطلاع اللي انت ضغطت عليه على طول الربح بتاعه هيجي هنا في خانة المكافآت. هنا زي ما انتم شايفين في السحب عن طريق البيبال، الحد الادنى للسحب 10 دولار، اول ما يبقى معاك 10 دولار هنا هتضغط على البيبال وتحط ايميلك وعلى طول هيبدا يسحب ارباحك بدون اي مشاكل. طبعا شباب الموقع ما فيهوش الربح عن طريق دعوه الاصدقاء، عشان ما حدش يقول لي انت عامل الشرح ده عشان تكسب من الدعوه او الكلام الفارغ ده. فالمهم حاليا هنا مش ظاهر لي اي استطلاعات، فممكن ادخل النهارده بالليل او بعد ساعة. حاليا ان شاء الله استطلاعات موجودة هنا، ابدا احلها واكسب منها بكل سهولة. لحد كده يكون ده فيديو النهاردة، ان شاء الله لينك الموقع موجود في وصف الفيديو للناس اللي عاوزة تستفاد منه. واشوفكم بقى في فيديو جديد على قناة احمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.